إثبات الارتباط البيولوجي بالبلوغ الأبوية بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود صلة زوجية بين الوالدين وجه النسب نتيجة البلوغ. بالنسبة لهذا اللقاء كيجي في إطار هو لقاء تواصلي من أجل تقديم مذكرة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اللي وضعناها تحت الشعار من أجل تشريع أسري يضمن المساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات. لماذا هذه المذكرة؟ هذه المذكرة كتجي من بعد 20 سنة ديال اعتماد مدونة الأسرة الحالية، كتجي كذلك في إطار النقاش العمومي اللي انطلق هذا السنة، وكتجي كذلك في إطار الثغرات والملاحظات اللي عندنا على هذه المدونة. المطالب ديالنا اليوم كترتبط أولا بإعادة النظر في الأسس اللي كانت معتمدة في المدونة السابقة على من جانب المنطلقات. هذه المنطلقات اللي كنلقاو فيها مجموعه ديال النقط اللي هي الان تتناقض مع واقع النساء، فيها كذلك ما يمس كرامه النساء بخصوص التعدد، بخصوص كذلك الولايه والولايه القانونيه على الابناء، الحضانه وتزويج الطفلات، وكذلك منظومه المواريث. فالان احنا هاد المذكره ديالنا هي فيها ماشي فقط تعديل لبعض المواد، ولكنها هي إعادة النظر في كل المدونة بلغتها وجهازها المفاهيمي وكذلك المقتضيات والأبواب. وبهذا الشكل هذا أننا احنا غادي طرحين هذا المطلب ديالنا اللي هو مطلب ديال الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ولكن كذلك هو مطلب ديال واحد من العدد من الجمعيات اللي احنا كنشتغلوا معها في إطار تنسيقية. الجمعية قامت بواحد تهيئ واحد المذكرة على تصور ديالها للتغيير نتاع مدونة الأسرة، كذلك فيها المطالب نتاعها، لأن الدستور المحددات بالنسبة للجمعية المحددات مهمة، محددات هذا التغيير مهمة جدا، لأن المدونة بانت هذه واحد تقريبا 20 سنة 19 سنة ومن بعد منها، وهي لاحظنا بأن بالإحصائيات اللي بينات بأن راه مقبولة، المقتضيات اللي جابت المدونة مقبولة في المجتمع، وإذا ولكن جات في واحد الوقت اللي ما كانش الدستور، الدستور اللي جا في 2010 جاب واحد المقتضيات، واحد مهمة مبدئية واللي يمكن نبنيو عليها التغيير نتاع المدونة، من بينها المساواة ما بين النساء والرجال في كلها الحقوق بما فيها الحقوق المدنية، من بينها المواثيق انخراط في المواثيق الدولية، من بينها والحقوق والحريات اللي تنص عليها واحد ثلث من الدستور تنص على الحقوق والحريات، احترام الحقوق والحريات إذا، والمواثيق الدولية. والمغرب من بعد الدستور هز كلها التحفظات اللي كان واضع على السيدة وعلى اتفاقيات مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن بعد صادق كذلك على البروتوكول الاختياري، وكذلك المغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل، وبقى خاص المغرب يحترم هاد المبادئ اللي جا بها الدستور 2011. وكذلك الدستور جاب واحد المبدأ مهم هو أنه اعترف بحقوق الطفل كيفما كانت بطريقة متساوية كيفما كانت وضعيته العائلية، ما بقاش داك التمييز ما بين الأطفال المولدين خارج إطار الزواج والمولدين في إطار الزواج. إذا هادو مقتضيات مهمة، وكيخص تيخص هاد التغيير اللي غيجي ياخذ بين عين الاعتبار هاد المقتضيات. كاين المجتمع ما هادي 19 عام باش خرج المجتمع عرف واحد العادات المقتضيات، عرف بأن عرفت واحد العدد التغييرات اللي وراتها الاحصائيات، العديد من الاحصائيات والابحاث اللي قامت بها اما مؤسسات وطنيه ولا جمعيات المجتمع المدني. وكان بينو دونك من هاد التغييرات بان التغيير بان العائله ما بقاتش العائله النوويه، العائله التغيير الديموغرافي بان دزنا من العائله الممتده الابويه للعائله النوويه، اذا راه ما بقاتش. وهذا خصو
خصو خص هذا الشيء يبان في التغيير اللي غيجي. كذلك بان اغلبيه النساء والرجال 70% منهم كيقبلوا بان يساهموا بجوجهم في المدخول وفي المصروف نتاع العائله. كذلك العائلات ولاو كيعيشوا واحد امتداد العمر ولا اطول. واذا شكون اللي بانت الهشاشه؟ لان الناس بداو الناس اللي كبار في السن كبار السن كيعيشوا واحد المده اكثر وحديهم، واغلبيه منهم نساء ارملات، نساء ارامل، وهاد النساء كيعيشوا في الهشاشه. اذا هادشي كله خصو يتخذ بعين الاعتبار في كل هالمقتضيات.